وين وصلنا الحين؟ مباراة في اللوزرز راوند 2 اظن. خلينا نشوف هي 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 متى ممكن تلعب متى ممكن ايش الان احنا هذول عبد العزيز وجوكاكس بيلعبون لوزرز راوند 2. لوزرز راوند 2 يعني هذه كم توب كم هذه تصير توب شيء من الناس. ارجع لنا ما عليك ان شاء الله ان شاء الله الامور سهلات وكذا عشان ابو عزام يا اخي. متى ممكن ايش تلعبون ايفو؟ ما عندنا ايفو. ايفو مو في المملكه العربيه السعوديه الله يهدينا وياك. احنا حنفتح فرع ايفو. ما راح نفتح فرع ايفو لانه ما نفتح فرع سعودو. لكن او تسوون كواليفايرز فور ذا وورلد سماش. احنا نخطط اكثر من وش عبد الله سماش. احنا عندنا ماشي بدري تقدر تقول انه يلا نشوفك يونيفرس سماش كواليفايرز فور يونيفرس سماش. ممكن هذه نسويها. عندنا مباراة بين عبد العزيز الجيدي وفهد. يعجبوني الناس اللي يبدون بدون باتن تشيك كذا كذا على طول سريع سريع حامل وطيس. لا 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 يرتجي nice. منها كان يحاول يسوي الفير فاست بول. يا سلام والله انك ما تدري ويحاول ما يحاول ناظر وخلنا سهلين يا سلام. وش التعليق ذا؟ جد والله يا اخي الساعة كم الحين خلاص يعني خلاص خلصونا خلنا نمشي بيتنا نروح ننام. واحد يسأل عندكم وظائف؟ ايه موجود عندنا وظائف لكن يعني مع زحمة الضغط يعني انه نستقبل ناس فممكن انه العب والعب بس اوت اوف ستريم يعني صعب انك تحصل على وظيفة بس عندنا صدقني. وش الوظيفة؟ ما اتوقع انك تبغى تعرف. فراش فراش لا 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 ابو عزام احتاج فراش صدق والله؟ ايه في شركات تنظيف لا لا شركة يدفع فلوس يجيب هذا يخليه نايس وينتهي بذلك الستوك الاول يروح من فهد لكن لا تزال نسبة الدمج مرتفعة جدا عند عبد العزيز. ممكن عجبتني نسبة الدمج هذه نسبة التأثر الضرب بضربات العدو نعم مرتفعة جدا فاحتمالية انك تطلع الان اسرع. في طبعا جاردينج او ما يسمى حراسة الطرف حراسة الطرف الله اكبر عند فوكس او الثعلب الثعلب اي نعم انه الثعلب. هذا التعليق برعاية برعاية سيبوي لا هذا التعليق برعاية مجمع اللغة العربية نعم نعم. عبد العزيز ممكن يسيطر اكثر على هذا الماتش. عبد العزيز قاعد يسوي فورورد تبر فورورد سماش هذا كفو ويحاول يرجع وتمكن من جد اب تلت نايس عادي يموت بعد شوي فوكس يب عادي يس اثنين والله تبر يا بوي طبعا اتوقع كان خيار غير موفق من فهد. ممكن نواجه تغيير في ال 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 في شيكة جديدة ما ركبوا الان هل بنشوف تغيير او ما راح نشوف يس لا قرروا انهم يعيدون نفس الماتش مرحله التبنيد الان او مرحله المنع. تبي تعلق وائل ولا بتروح تلعب؟ اوكي 1-0 العزوز. الجيم الثاني ما في تغيير شخصيات تلعبوا باتل فيلد. طبعا باتل فيلد التغيير وش ممكن ياثر على باتل فيلد كويس الفوكس كل شيء كويس عندكم انتم ما في شيء مو بزين ابد ونبت وراك صاير انت عجوز كانك عجوز قسمنتيه قاعد بس تشكى يبتل حلقه وتسلى بالله عكسه غير موفقة من عبد العزيز نايس في سيطرة أكثر واضح من فهد من اللاعبين اللي يعني الرجوع سلام. عنده سهل جدا واو يحتاج فقط شوية تركيز ممتاز اجقارد حراسة الطرف حراسة في صد ممتاز لكن ما اتوقع انه كان مركز اكثر انه يستغل هذا الخطا يعني اللعب على جهه اليمين اكثر ما مدى جدا سماش مع انه كانت ري قراب يحاول يرجع لكن غير مناسب لكن الفكره موجوده يعني رجعه فهد في كل المرات كانت بالسايد بي اتوقع يعني يستغل سرعتها يعني بدل ما وغير موفقه ياكلها لكن لسه موجود لكن ما استغلها عبد العزيز بالشكل المناسب كانت فرصه والله عاد كل الفرص قاعد تجي ولا
ولا حياة لمن تنادي. وفي ضغط من الأسفل أكثر. خطأ لكن لم يستقل معه. صار جليتش يعني على صار جليتش كذا على طول. يا عمي خذ لك أب سماش. تواجد موفق من عبد العزيز في هذا المكان. يروح ستوك الأول. طبعا عبد العزيز الآن يلعب على الفوز. هذا آخر ستوك الفهد أو جوكاكس. كل شيء أو لا شيء الآن. يبغى ثلاثة. يحاول يرفع نسبة التأثر. التأثر أي نعم. قدر المستطاع في هذا. كيف ترجم ستوك؟ هذا السهم. في هذا السهم. في هذا البند. ماشي؟ يلا نشوفك يا خير. أو تمشي يا خير. مع السلامة. مع السلامة. حلو. في سيطرة الآن. في استعادة لمجريات المباراة من فهد. يا عمي يا نايس خذ لك اوف اير واحده كمان. لك لا فك سلام سيء. و حلو ممتاز يعيد نفس السيناريو كمان واحده بيموت وقبضه غير موفقه قبضه واوه نايس جابز حلو سوي له اسجارد ممكن يذبح ببساطه مات صار هناك في فلة صارت ممتاز خيار واحنا قاعدين نشوف وش قاعدين نشوفه عبد العزيز والله نوع الويس ما هذه لو تبارك مات خطيرة وقبضة موفقة قبضة جاب يعني يبغى يسوي الاسترام ما قدر اتوقع انه فقد السيطرة في بسبب الحركة هذه يعني رجل يحاول ما لو انها شبكت كان ممكن والله المشكلة ما فيه انهت عبد العزيز يلعب على كل شيء وكذلك طاقة. فهد قاعد يلعب على كل شيء ممتاز لا يضرب يحاول ما ضربت الثانية ما ضربت فعلا كانت اذا كان مات ضربت الثانية اوكي نسبة التأثر مرتفعة ولكن عبد العزيز والله يضيع فرص كثير جوكاكس لكن هذا خطأ لكن ممتازة ممتازة فعلا وتونت كمان في الأخير تعيد فهد إلى مجريات هذه واحد واحد المباراة. واحد واحد لفهد الشمري والآن في مرحلة الامتناع امتناع الساحات امتناع الوضع اليوم مرة عربي فصحى ما لك كفو تصير مفو نرجع يلعبون اوف ستريم من اوف ستريم قاعد يلعب نشوف البراكيت هشام ونواف يلعبون اوف ستريم في لوزر 3 وفهد من دولي حيباري ريل جان دايركتلي يبقى لنا الونس فاينل اليوم صالح وصل الونس فاينل نعم ما شاء الله تبارك الله مره مبدع اليوم فاينل ديستنيشن هذه حتكون فيها سيطره اكبر بالنسبه لفوكس لانه يلعب على الارض ويحتاج تحس فيها فوكس باي يتبهدل بس يا اخي قول اي كلام صدقني الناس تصدق ما عندهم اوكي نو نو فيس يعني لا اهانه لا اهانه كملها سلام كملها تاخر كملها ويرجع له كنا يقول give me more اعطيني give المزيد. Me more اعطيني المزيد نعم ذكرت حق عبد الله البدر وكانت فعلا موفقه الى الان نفس السيناريو قاعد يتكرر من جهه اليمين واليسار تلت ممتاز يذبه برا ويحاول يسوي الاشقاط هذا اللي قاعد يصير لكن الدرجه مرتفعه عبد العزيز قاعد يحاول يسيطر يا عمي تواجد ممتاز و يحاول فهد انه يضغط من الاسفل اكثر يبغى هذه النهايه لا كان ممكن انه ينهي شيء كان ممكن يرفع حتى نسبه بس الخيار عنده كان يا عمي ليش ما قاعد تشبك هذا ماني فاهم مات وفعلا ينهي الستوك قرر الاردوج حلو صراحه سلام مات واو لانه نقز ترى بسرعه لانه نقز النقزه خلته يكبر الهوت بوكس على الستوك الاخير قاعدين نلعب وهذا عكسه غير موفقه في غير مكانها ما ادري عكسه في البدايه في منها فائده ما منها لا كان هو مفوز ابيله وبيطلع منها فعلا نسبه الدمج ارتفعت الى 81 وهو في الصفر لازم يسيطر تماما والى لا
والله انت خيارات غريبه. عبد الله قاعد جوكاكس قاعد يختار خيارات غريبه. ما هي قاعده تعكس مجريات المباراه الاولى اللي كان عبد العزيز مسيطر فيها وخطا. اوه ماي جاد لمسه ما كانت تذبحها. اتوقع كانت ضغط نفسي اكثر من انه كان يبغى يسوي شيء فعلا. شف ناظر فهد في الغالب مو قاعد يسوي شيء اذا كان عبد العزيز خارج الحلبه. كم كيف قاعد شوي يسوي اشياء غريبه. موفقه على نسبه 140 ضربه او شيء مره ثانيه. ما غير موفقه. اها سلام. وهذه لا كان انه ينحاش. يحاول عبد العزيز انه يفرض السيطره من جديد وهذه النهايه. اوه غريبه. اوف حلو على في فرق 100% يامن عبد العزيز يبذل مجهود ويس جيف ات هول يعني يعطيها كل ما لديه او انه يفقد كل ما لديه. و كمان مره برا الستيج ما تسوي. يحاول يرجع ما يضغط فهد خارج الستيج يلعبها بشكل مات. أوه إلهي إلهي غير متوقعة. ثاني مرة أوف تبر باكير يعني كلفته كل أوتش يعني فهد سوى كل شيء ما قصر ولكن والله تعور. لكن مارث ما يلعب يا أخي والله تعور. هارد لك جود لك. ما سكرتته عندنا الآن هذا البراكت مثل ما تشوفونه عبد الملك العقيل وصالح الصالح. يلا على ستريم نبي الوينرز فاينل. وشو الحلال يرجع إن شاء الله. حطا جنب حقتي دي ثانية. هارتك انت صراحه ما قعدت تسكر سوك في واحده كان ديك تذبحها بالراحه. لما سوى رول وركضت سويت عدل اشتاك سماش مات تركته عند العزاوي اليمين. ايه الواحد يكون ما يفكر يعني. ايه اتوقع هو كان يسوي اب سماش. هو غلط مو ب هو كان يسوي اب سماش طلعت معه في الاشتاك. يو جوينج يلا مع السلامه. السلامه جود باي. ايه زوزف سيزف يضيعها ويسوي بلش بس كل مرة أغلط عنا كانوا نشوف الرمباك بين عبد العزيز وش اسمه فورغ وريل جن يلعبوا هم هو اللي طلع في اللوزرز ريل جن مين طلع ريل جن؟ هيفي اللي طلع ريل جن توفي فارس سيزف وراي يسحب عليها فارس مرة جاي جيب السسبندر حقك. مرة جاي جيب السسبندر حقك. ها لا تزعل تيم سسبندرز يلا